سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم وخدمتكم في هذه الصبيحة للحديث في هذا الشهر المبارك، هو شهر محرم أو المحرم كان قبل أيام، ومناسبة محرم طبعا المسلمون احتفلوا بهذا التقويم الهجري اللي كان بمثابة انطلاق الأمة الإسلامية وميلاد الأمة الإسلامية بشكل رسمي، بشكل يعني مؤرخ ومعدود ومحسوب. نتكلم كذلك في هذا الشهر المبارك على عاشوراء، كذلك هذه السنة الكريمة والحميدة التي سنها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى فريضة الزكاة اللي هي ركن من أركان الإسلام. إذن كل هذا راح نناقشه ونتحدث عليه مع الدكتور محمد بن زعمية، هو أستاذ الشريعة والقانون بجامعة البوليدة 2 وعضو لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية. أستاذ بن زعمية صباح الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. صباحك بالخير وصباح الجميع المشاهدين بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله، وأسعد بلقائي معكم وتحدثي في هذه المواضيع المهمة، جزاكم الله خير. نظن قدمناك كما ينبغي، ولا تزيدوا شوية. هذا بارك الله فيك. الله يبارك. وإمام خطيب كذلك متطوع في عدة مساجد. مليح، يعني تتجول في مساجد الجزائر إن شاء الله. الحمد لله. مليح. من تحب نبدأ، من محرم أم من الهجرة ولا من الزكاة ولا من عاشوراء؟ بارك الله فيك. اسمح لي أولا أن نهنئ الأمة الإسلامية جميعا، ونهنئ الجزائريين خاصة بحلول هذا العام الهجري الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فاتحة خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين، وأن تزداد فيه حسناتنا، وأن ترفع فيه درجاتنا، وتتحقق أمنياتنا، وتستجاب دعواتنا، وأن يكون خيرا مما مضى، وأن يجعل ما بقي من عمرنا خيرا مما مضى. آمين يا رب. العام الهجري كما تفضلت أستاذ، يعني فعلا الأمة الإسلامية ولدت مع الهجرة النبوية، هذا يدلك على أهمية الهجرة في حياة الأمة. عندما اجتمع المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه وتشاوروا في أي تاريخ يمكن أن يؤرخوا به للأمة الإسلامية، بعضهم اقترح المولد النبوي، بعضهم اقترح غزوة بدر الكبرى لأنها أذكر وأشهر، وكان رأي عمر رضي الله عنه جلة الصحابة، وكان إجماعا بعد ذلك أن تكون الهجرة النبوية. علاش الهجرة شيخ المشي؟ نعم، لأن الهجرة فعلا، أو لماذا الهجرة في حد ذاتها؟ يعني كما تفضلت من قبل عجبتني الكلمة قلتها، أنه ميلاد أمة، يعني الأمة ولدت مع الهجرة. وفعلا الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن أول مسجد بني بعد الهجرة هو المسجد النبوي، قال لا مسجد نسس على التقوى من أول يوم. نعم. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا أول يوم. نعم. كأنه أول يوم في حياة الأمة الإسلامية، خرجت من الضعف إلى القوة، وخرجت من يعني المرحلة التي كانت تضطهد ويقع عليها الأذى إلى مرحلة التي أصبحت هي تنشر الإسلام، تدافع فيه عن نفسها نعم، تنشر الإسلام وتفتح الأمصار نعم. طيب، هناك مسألة كذلك أستاذ حبيت نعرج فيها معك إذا كانت كرمت، يعني نحاول نتناولها بهدوء وأعصاب باردة. في هذه الأيام راه يعني خلينا نقولها بالعامية يدور هكذا فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وين سئل ولدو الموريطاني حول مقولة، سائل سأله وأستاذ ومقدم برنامج سأله، قال له ما تقول في حديث حب الوطني من الإيمان؟ أولا أنا لا أقول أنه حديث حسب معلوماتي، ولكن الشيخ اسمه الموريطاني قال هذا ما عندوش أصل في الشريعة إلى آخره وكذا، ربما يعني لما سأله الصحفي الأستاذ أجابه بإجابة شرعية صرفة، وإحنا هذه المقولة هذه قال
الوزير السابق للشؤون الدينية يعني لا أذكر اسمه بعد قليل سأتذكر الاسم له، قال وصح حديث ضعيف ولكن صحته الثورة الجزائرية. يعني رأيك في هذه المسألة هذه أنه حب الوطن لا يتعارض مع الإيمان يعني، ونحن نتحدث عن الهجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك وطنا وذهب إلى وطن آخر يعني. نعم، هو على كل حال الحديث يعني صحيح، هذا الحديث غير ثابت يعني بمعنى على قواعد الحديث. نعم. يعني الحديث لابد أن يكون مرويا بسند متصل. نعم. وهذا نعم. إما يرويه البخاري. نعم. أو مسلم أو الكتب الأخرى. نعم. المعروفة يعني. يمكن أن يكون هذا أثارا عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين ونقله، أو حكمة قالها بعض الناس ونقلت هكذا. نعم. وكثير من الكلمات أصبحت تتداولها الألسنة وهي في الحقيقة ليست أحاديث. نعم. كثير من وكثير شيخ سامحني كثير مما نظن أنها مثلا حديث صوم وتصح ويقولوا حديث، هناك من يقول هذا ليس بحديث تماما يعني. أكيد هو الحديث لابد أن يعرف بطرق الحديث التي يعرفها العلماء يعني، فإذا لم يكن مرويا بمتنه أو بسنده. نعم. ولكن قد يكون معناه صحيحا. صحيح. يعني بعض الأحيان. وهذا يؤخذ به. نعم. يؤخذ به. يؤخذ به. نعم. من حيث المعنى الصحيح. نعم. نعم. ولكن لا يؤخذ به على أنه حديث. مفهوم. فحب الوطن يعني فعلا هو غريزة في الناس، في الإنسان. هو فطرة. يعني ويتعلق الإنسان بالوطن الذي نشأ فيه كما قال الشاعر. نعم. وإنما حبب أوطان القوم إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة أرسل عبارات الحنين والشوق إلى. نعم. البلد الذي تربى فيه. نعم. والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي. نعم. ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ما خرجت. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج بغير حق كما. نعم. قال له ورقة بن نوفل عندما. نعم. قص عليه ما حدث له في غار حراء. نعم. قال يا ليتني أكون شابا إذ يخرجك قومك. نعم. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. قال أجل ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذه فيها حكمة، يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه عالم أنه سيخرج من مكة، يعني بدأ التفكير في الخروج من مكة. أكيد أن ذلك الذي قال له ذلك كان ممن اطلع على الكتب السابقة. نعم. وهو الذي أخبره بأن هذا هو الناموس، أي جبريل الذي كان ينزل على الأنبياء. طيب شيخ، وكذلك نزيد نكمل في هذه. بلال رضي الله عنه، بلال عندما هاجر من مكة إلى المدينة، مفروض بلال يعني مكة تمثل له يعني مكان الاضطهاد والتعذيب. نعم. ماذا حدث له في مكة؟ ومع ذلك بقي يحن إليها. عندما وصل إلى المدينة كان يرسل العبارات الشوق والحنين مما أثر عنه أنه قال كما في الصحيح البخاري ليت شعري هل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. يعني هذه أماكن كان يحن إليها في مكة. نحن ذكرنا هذه المسألة هذه معاذ الله حاشا أن يعني ننتقص من قيمة الشيخ الموريطاني على كل حال، أو ولكن أنا قلت لك أجاب من ناحية الشرعية، وربما فاته أن يذكر أنه حب الأوطان من الإيمان حقيقة، من ناحية العقلية، من ناحية السياسية، من ناحية الدبلوماسية وغيره، حتى الاقتصادية وغيره. طيب الآن هناك هو أكيد هذا حب الوطن من الإيمان بالنسبة للمؤمن. نعم. لأن الوطن الذي يعيش فيه يعني هو موئل الإيمان، ولا يمكن أن تكون له كيان إذا لم يكن له وطن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن الوطن. نعم. عندما خرج من مكة بحث عن مهم مكان تقول شيخ. نعم. شيء الذي تقوله الآن مهم جدا. بمعنى أنا بصددي يعني خليني نقول يعني نرافق فيك هكذا باش نروح لواحد الزاوية، وهو أنه يعني الإنسان العاقل المسلم المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى عليه أن يخدم وطنه وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يسوء إلى وطنه يعني، أو أن يهدم وطنه يعني. هذا هو وين حبيت نوصل معه. نعم نعم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني الإيمان لا بد أن يكون له كيان وأن يكون له وطن.
وأن تكون له جماعة تمثله. وإلا ما استطاع الإنسان أن يثبت على الإيمان إذا كان مضطهدا. ولذلك الدفاع عن الوطن الذي يمثل بالنسبة للمؤمن مكان الإيمان الذي يأوي إليه ويمثل فيه ويرفع فيه شعائر الإسلام، فهذا العلماء جميعا متفقون على أن الدفاع الأمن هو وطن الأمن والأمان. نعم، على أن الدفاع عنه من أوكد الواجبات، الدفاع والرباط على حدوده من أجل حمايته ومن أجل المحافظة على الإيمان، فهذا من عرى الإيمان. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عينان لا تمسهما النار، نعم، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين باتت والحراسة في سبيل الله هذه ليست غير على الحدود، ولا في أي مكان أنت موجود تؤدي عمل أنت حارس في سبيل الله. نعم، على بيضة الإسلام. طيب، كاين مسألة أخرى شيخ، هو أنه في الهجرة النبوية تقريبا يعني ونحن نتحدث عنها يعني لم نخرج من التقليد، من التقليد في 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 تفسيرها، في استنباط احكامها، في ما زلنا ونحن نستنبط احكام الهجره النبويه تحت وقع خليني نقول اثقال تجرنا الى الماضي ولا وتحول دون نظرتنا الاستشرافيه الى المستقبل. لماذا في تقديرك هذا الشيء هذا عند عموم المسلمين وعامة المسلمين؟ أنا في الحقيقة لا أوافقك على هذا، لأن هناك من دراسات في السيرة النبوية وعلماء كتبوا واستنبطوا من هذه الأحداث أشياء مهمة جدا يعني، ولذلك للمستقبل المستقبل للماضي. أكيد نعم، المستقبل والماضي، وهذا هو المهم، لأن دراسة التاريخ القصص كله يدرس من أجل الاعتبار والاستفادة منه فيما يحقق للإنسان يعني ولكن مستقبله ومآله. اسمح لي، لسنا مختلفين فيما تقول، يعني معذرة ربما سأنقطعك لأنه نحب نستفاد منك أكثر ونحب كذلك الجمهور يستفاد منك أكثر، معذرة. لسنا ما راناش مختلفين في المسألة، صحيح يعني استنباط وغيره وغيره، ولكن عمليا الأمة الإسلامية اليوم، شعوب العالم الإسلامي اليوم نكاد، وأتمنى أن أكون مخطئا، نكاد لا نرى معاني الهجرة ماثلة في سلوكنا اليومي، يعني هو المقصود. هذا هنا أكيد هذا شيء يعني ملحوظ، أن الأمة الإسلامية بينها وبين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بول واسع. يعني صحيح لا تزال المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وجذوتها مشتعلة في قلوب المؤمنين، ولكن ينقصهم حسن الاقتداء والاتساء، وهذا لجهلهم بسيرته صلى الله عليه وسلم. يعني فالسيرة النبوية سيرة شاملة كاملة لجميع المناحي، يجد فيها الشاب أسوته، ويجد فيها التاجر، ويجد فيها الإمام، ويجد فيها القاضي، ويجد فيها العسكري، وكل هؤلاء جميع الميادين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله فيه ما تفرق في غيره، بخلاف بعض الأنبياء. بعض الأنبياء مثلا لم يجاهد كعيسى بن مريم مثلا، فلا يمكن أن يقتدي به العسكريون في هذا المجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاض بنفسه أكثر من 13 غزوة أو 17 غزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، بخلاف بعض الأنبياء لم يتزوج، فلا يمكن أن يقتدي به من المتزوجون في هذه الناحية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني البكر، وتزوج الثيب، وجمع الله له بين الثيبات والأبكار. نعم، وتزوج المرأة الواحدة مدة ثم بعد ذلك عدت، وهكذا يعني. فيستطيع كل المتزوجين سواء تزوج بكرا أو ثيبا أو تزوج امرأة واحدة أو أكثر من واحدة، يستطيع الجميع أن يقتدوا به في هذه الناحية. نعم، صلى الله عليه وسلم. نديروا فاصل شيخ إذا كنت كرمت، ثم نعود للحديث المنظم بأنه محرم أعطيناه، نتمنى أن أعطيناه شيء من حقه يعني، ثم نعود لعاشوراء والزكاة نزيد نتكلم عليهم كذلك إذا كان تكرمت. إذا مشينا كان فاصل قصير ثم نواصل النقاش، فابقوا معنا فضلا وليس أمرا.
إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من غرفة الأخبار. نحن نتحدث كما قلنا عن محرم، الهجرة، الزكاة، عاشوراء. كاين واحد ملاحظة مشاهدينا الكرام هو أنه الجزائريين يعني والجزائريون ربما قول ربما، وشيخنا وضيفنا الكريم الشيخ محمد بن زعمية أستاذ الشريعة والقانون بجامعة بوليدة 2 وعضو لجنة الإفتاء في وزارة الشؤون الدينية، هو يصحح يعني نقول واحد الكلام أتقاسمه معكم بكل تحفظ، ولا هو سع النظر أنه الجزائريين يحتفلون عادة الشيخ بعاشوراء أكثر مما يحتفلون بأول محرم. هل هذا صحيح غير صحيح؟ وإذا كان صحيح هل له يعني أصل في الشريعة الإسلامية أو في عمل الصحابة أو السلف الصالح؟ نعم، هو بالنسبة ما هو الاحتفال الذي يكون في عاشوراء؟ يعني هو التوسعة على العيال بمعنى الإنفاق. ولكن هل يحتفلون بعاشوراء أكثر من محرم أو أنا واهم فقط يعني؟ وفي الحقيقة لا يحتفلون بمحرم يعني عندنا، وإنما يوسعون وينفقون أكثر في عاشوراء، لأن هذا اليوم هو يوم يصومون فيه ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام. وجرت العادة أن الإنسان عندما يصوم يوسع عليه على نفسه وعلى أسرته في الأكل. وكذلك لأنه يعني جرى في التاريخ الإسلامي في بلاد المغرب التي تعرضت لاضطهاد العبيديين فترة من الزمن، وكان هؤلاء العبيديون يعني يظهرون منكرات في عاشوراء، منها هذيك لطم الخدود وشق الجيوب إلى آخره والنياحة على الحسين عليه السلام ورضي الله عنه. فهذا مما أنكره عليه أهل السنة، فاجتهدوا أنهم يعني لا يظهرون الحزن في هذا اليوم خلافا لهم، مخالفة لهم في هذا الذي يذهبون إليه، وهم يعني في الحقيقة هذه النياحة وهذا الحزن لا أصل له. فهم أرادوا أن يخالفوهم بعمل مغاير، وهو أن يوسعوا على أنفسهم وعلى الإنفاق، يفرحون بهذا اليوم. يعني ليس لأنهم يفرحون باستشهاد الحسين أو نحو ذلك. فلذلك نحن نقول أن التوسع على العيال في هذا اليوم هي إذا كان المقصود منها الرفق والمقصود منها التوسعة والإنفاق الذي يراد به الأجر، فهذا لا شيء فيه. بخلاف الحزن، لأن هذا الحزن لا أصل له. الحزن لو كان الحزن يعني يبقى لبقي على النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق حبيب الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن ننسى الأحزان وأن نطوي صفحات الماضي ونستقبل يعني حياتنا من جديد بقلوب مفعمة بالتفاؤل والنظر الاستشرافي للمستقبل الظاهر والغد المشرق. معنى أنه شيخ كثير من المسائل عندها علاقة يعني ربما نحن نعتبرها تقاليد في المجتمع الجزائري عندها أصل في الدين يعني، أو عندها لما نقول أصل معناه يعني سنة ورثها الأجيال منذ ربما التابعين والسلف والصحابة وغيره يعني. نعم، وبعضها يعني، ولكن هناك من الأشياء التي ابتدعها الناس واخترعوها في الأزمنة اللاحقة. نعم، ليس بالضرورة كل ما يفعله الناس اليوم له أصل. ولكن لا، لما نقول أصل ماهوش بمعنى الاصطلاحي الشرعي لكلمة أصل، بمعنى أنه دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس أو إجماع الصحابة أو غيره، لا يعني لها سابقة سابقة من... إيه، ولكن سابقة هذا يعني من عمل محمود يعني قد يوجد وقد لا يوجد. خذ مثلا احنا انا اذكره في العاصمه، ما الشيوخ تاعنا في الجامع ما يصليوش وراء حاسر الراس يعني بدون امامه. نعم، مثلا على سبيل المثال هذا كان موجودا يعني في القديم، حتى عدوه من خوارق المروءه. أيوة. يعني قالوا ممن لا تقبل شهادته من ياتي بخوارم المروءه. ومن خوارم المروءة التي ذكرها أن يخرج حاسر الرأس. حاسر الرأس. نعم، والأزمنة تتحول وتتغير وتتبدل. طيب الآن نمشي لمسألة عاشوراء، كيف نصوم في عاشوراء؟ 9، 10، 11 أم 9، 10 أم 10 فقط؟ وماذا يستحب في عاشوراء؟
نعم، أولا ما هو السبب في مشروعية صيام عاشوراء؟ نعم، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وجد فيها طائفة من اليهود، نعم، يسكنون المدينة مع الأوس والخزرج، نعم، وهذه الطوائف اليهودية انتقلت في عهد الاضطهاد ووجدت ملجأ بين العرب وسكنت، وكان لهم تجارة، وكان لهم أيضا إحياء الشعائر التي كانوا قد ورثوها من ملتهم، ومن ذلك صوم يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطردهم ولم يحاربهم ولم ما كانش مأذاهمش، يعني بل عاشوا معه في أمن وأمان إلا من أبى يعني. نعم، وفعلا لما هاجر من مكة المدينة أول شيء داروا شو وثيقة المدينة، نعم، نعم، التي تنص على أن لليهود كامل الحقوق، نعم، في هذا الوطن. يعني اليوم احنا مثلا نفتح قوس اليهود، يعني الصراع بين بعض الناس يقول لك يعني اليهود وهذو راه عندهم حق في ارض فلسطين وكانوا يسكنوا فيها الى اخره، نقول لا، لهم ذلك، لهم الحق ان يسكنوا في اي وطن في الاسلام، هذه لا نقاش فيها، كانوا يسكنون في الجزائر وفي غيرها، ولكن لا يمكن ان تكون لهم دولة وبها يصولون ويجولون ويتحكمون في المسلمين، إنما يعيشون أفرادا في جالية في وسط الأمة الإسلامية، لهم كامل الحقوق، لم يثبت في التاريخ أن المسلمين يعني أوقعوا مجازر على اليهود، نعم، أبدا، نعم، وأتحدى أي إنسان يأتينا من أثارة من علم أو كتاب أو قول ليذكر أن اليهود تعرضوا لمجازر على أيدي المسلمين. حتى في عهد شيخ، في عهد حكومة فيشي يعني في فرنسا في العهد الاستعماري، هناك فتاوى يعني أو اليهود اللي كانوا عايشين في قسنطينة، هناك فتاوى لأئمة في قسنطينة أفتوا بجواز أكل ذبيحتهم وغيره، يعني تشجيعا للجزائريين للرفق بهؤلاء اليهود اللي كانوا عايشين في الجزائر من الاضطهاد الفرنسي اللي تعرضوا له بعد حكومة فيشي اللي كانت حليفة لألمانيا النازية. نعم، وهذا معلوم في دين الله سبحانه وتعالى أنه يجوز يعني أكل ذبائح أهل الكتاب، نعم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم، هذا بنص القرآن الكريم، نعم، وحتى نساؤهم كذلك، نعم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب شيخ، الآن بالنسبة لي يعني فوجد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن سبب ذلك فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه السلام، عليه السلام، من فرعون وآله، ونحن وصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، ليعلن لهم أنه من مشكاة واحدة، مشكاة النبوة، ليس بدعا من الرسل، بل جاء مبشرا ومصدقا، مصدقا لما بين يديه من الأنبياء. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصوموا هذا اليوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وبين أن فيه فضلا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة، يعني يكفر ذنوب سنة. وقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لئن أحياني الله لقابل لأصومن التاسع، عاشوراء. بعض العلماء فهموا الحديث على ظاهره وقالوا يترك عاشوراء ويصوم التاسع، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أنه يصومه مع عاشوراء، مع عاشوراء، يعني يصوم التاسع ويصوم العاشر، يعني لم ينسخ. هذا قال العلماء ليكون يعني شكره أكثر منهم، يعني يتقرب ويخالفهم كذلك، ويخالفهم كذلك، نعم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته أنه كان في بداية الأمر بعد الهجرة كان يحاول قدر المستطاع المؤالفة والموافقة لليهود. أنت أذكرت كان يصلي إلى قبلتهم وكان، نعم، يجتهد بأن يصوم عاشوراء، ولكن بعد ذلك لما صار للأمة كيان بدأ بأن يوجه الأمة لأن تنفصل وتتميز في منهجها وفي سمتها، فك الارتكاز يعني، نعم، 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 مع يعني حتى تكون عندها ملامحة الخاصة. ولكن ذكرت مسألة مهمة أستاذ، وقلت بعض الناس في الظاهر هكذا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى صيام التاسع دون العاشر،
حاجة مقتضبة هكذا قصيرة جدا في مسألة الأخذ الظاهر فقط، يعني هل يستقيم تدين الإنسان تعبد الإنسان إذا أخذ بالظاهر فقط؟ هذا طبعا هذا لا يستقيم. أنا لا أتكلم عن العلماء وعلى المجتهدين وغيره، ولكن عموم الناس يعني ولو كان خطيبا متفوها ومتفوقا وغيره، لعموم الناس نقصد. نعم، ولذلك بالنسبة لفهم السنة النبوية، نعم، فهم الدين بصفة عامة لا يمكن أن يفهم وأن يحاط به علما إلا إذا درسناه من جميع الجهات. إذا كان عندك موضوع معين لا يمكن أن تأخذ فيه بحديث واحد أو بظاهر حديث، فالحديث هذا يحتاج يمكن أن يكون منسوخا، ويمكن أن يكون مؤولا، ويمكن أن يكون ورد في مناسبة خاصة، فلا يمكن تعميمه. خذ مثلا الحديث المشهور اللي يعرفه الناس كامل، يقول لك مثلا إذا لقيتم أهل الكتاب فلا تبدأهم بالسلام. يعني هذا فاهم بعض الناس حديث أنه لا يجوز أن يبدأ غير المسلم بالسلام. نعم. ولكن هذا الحديث عندما درسناه وجدنا بأنه قاله عليه الصلاة والسلام في مناسبة خاصة، وهي عندما خرج إلى خيبر، لأن إلقاء السلام معناه تأمين الناس، وهو الآن خارج في حرب، فلا يمكن أن يكون متناقضا أو نعم. متعارضا. مفهوم. شيخ باش نمشي وإذا كانت كرمت تسامحني، قضية الزكاة الآن 81 مليون و 600 ألف نصاب زكاة، كيف يحسب نصاب الزكاة؟ طبعا الزكاة بالنسبة لعروض التجارة وزكاة النقود. وش تقصد بعروض التجارة؟ عروض التجارة يعني السلع اللي يبيعها الناس. أيوة. أي سلعة مثلا، ملابس، مواد غذائية، قطع غيار، هذه الأعراض، هذه التجارة تزكى مثل زكاة النقود. أيوة. ونصابها يقدر بالذهب، لأن الذهب هو الغالب اللي ما يتغيرش. نعم. بخلاف الفضة. والنصاب الذي ورد في الزكاة هو ورد في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، 20 مثقالا، أي 20 دينارا ذهبيا. والدينار في ذلك الوقت كان الوزن تاعه تقريبا 4 غرامات وشي، يعني 20 دينار وزنها الآن 85 غرام. فإحنا لما نلحق الزكاة نقدروا على سبب الذهب. وهذه عروض تجارة مثلا في الأموال لازم يكون الحول، لأنه نحن بمناسبة الزكاة نتكلم غير عن النصاب، ولكن حوالا الحول شرط كذلك. الحول في الزكاة النقود والتجارة. نعم. الحول هو أنه يدور العام على ذلك المال، على المال هذا. طيب الآن تاجر سلعته داخلها خارجة، يعني كيف يدير؟ بالنسبة للتاجر إذا كان يعني بدأ التجارة مثلا يحسب يعني الحول تاعو من نهار اللي يبدأ التجارة. أيوة. ولا يحسب الحول تاعو من نهار اللي ملك نصاب. هذه واضحة. من نهار ملك نصاب ولا من نهار بدأ التجارة؟ يجوز أن نقول من نهار اللي ملك ملك نصاب ولا من اللي بدأ التجارة. يعني نأخذ بأي القولين لا بأس. يحسب إذا صاب اللي عنده 81 مليون و 600 دار عليهم الحول من نهار اللي بدأ التجارة. أيوة. ولقى الآن عنده السيولة وعنده كذلك السلع اللي راهي موجودة في المحل ولا في الستوك، يعني يقدرها بالسعر تاع الجملة في وقت الزكاة، يقدرها شحال تسوى في وقت إخراج الزكاة بسعر الجملة، ويحسب ما عنده من الأموال اللي راهي عنده، ويجمع، وإذا بلغ ذلك كله النصاب لابد أن يخرج عليه. شيخ أنا مقاليش كثير من الوقت. ربع العشر اللي 2.5%. 2.5%. الزكاة كالحج والصلاة والصوم والشهادتين. زكاة ركن عظيم من أركان الإسلام. نعم، هي بعد الصلاة، هي شقيقة الصلاة كما قال أبو بكر رضي الله عنه. إذا كان صليت وما زكيتش يعني الحكم تاع تارك الصلاة هو نفسه حكم تارك الزكاة. نعم. نتمنى أنه الشيخ نعود نتلاقاو بك في فرصة أخرى لتفصيلي أكثر في الموضوع. أشكرك جزيل الشكر على ما قدمت. احنا حاولنا نختصر الأمور قدر الإمكان، وممكن برامج بلاد على كل حال متواصلة، نعود يعود زملائي وليوا لقضية الزكاة وعاشوراء في حينه. إذن مشاهدينا الكرام، برامج بلاد متواصلة، ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.